انا كنت مع استاذ جمال علام في يوم من الايام قدمت استقالتي، انا مشيت بارادتي ومشيت بس، وتربطني علاقه قويه جدا استاذ جمال بالظبط كده والمجموعه اللي موجوده بالظبط كده. لا بس هناك اسباب يعني ليه دايما تكون الاسباب امور سلبيه؟ ليه؟ لا ما هو امور سلبيه يعني ايه؟ يعني لازم الاسباب تبقى خناقه. مين اللي جاب سيره الخناقه؟ ما حدش جاب سيره. انا بقول لك اهو، انا مشيت. واحنا حضرتك لو اختلفنا ان انا مختلف من حضرتك في 1-2-3 دي حضرتك خناقه؟ لا هقول لك حاجه، بس طب انت ممكن تستشعر، انت ممكن بتحب مكان وعلاقتك بالناس اللي فيه كويسه وممكن تستشعر انت انك انت عايز تشيل الحرج عنهم، خد بالك من دي، تشيل الحرج عنهم، فبتقدم لهم حل انه يعني مثلا ايه، طب انا يا جماعه انا ايه الفتره دي مفيش شغل وانا هستاذنكم انا ولجنتي، احنا جينا عشان نشتغل، طالما مفيش شغل احنا كفايه علينا كده. ما هو بص يا كابتن، الكلام ده كلام رائع، اعديه عشان انت حبيبي. لا مش تعديه، ما انا هشرح. انا بقول لك هو ده اللي حصل. خليني بس ارد يا كابتن. ما بقول لك هو ده اللي حصل. لو انت عندك معلومه ثانيه غير كده، اصل في ناس لو عندك معلومه ثانيه في ناس بتتفرج علينا برضه بتفكر. مفيش عرف في الدنيا على كلام حضرتك ده ماشي كل اجهزه المنتخبات، ماشي كل المدربين، ماشي كل موظفي الاتحاد، ده بالعكس ده لجنه الحكام. مين اللي ماشي؟ ما انا هشرح لك بس. ان انا دلوقتي ما عندناش حاجه، مش عارفين احنا راجعين امتى. الكلام ده يا كابتن، ده انا قلت لك ايه؟ بص لا الكلام ده يبدو في حته فاتت مني. الكلام ده على فكره، الكلام ده يحمل حضرتك فوق طاقتك. طب في حاجه فاتت يعني ايه يحمل حضرتك؟ في حاجه فاتت مني، خليني بس اشرح. انا بسمعك. الحته اللي قلتها، اديني حق الرد. الحته اللي قلتها بس على الشمال ديت شويه، اما قلت لك وانا عملت بايدي الشمال كده، قلت لك ايه؟ عشان تشيل الحرج. لا مفيش حرج هنا انا ما بشيلش حرج، هنا انا بتصرف غلط. قول لي حضرتك ليه؟ لان منظومه حضرتك التحكيم هي منظومه تحضيريه. يعني يعني من المفترض دلوقتي واحنا قاعدين ان هيجي يا جماعه هنبتدي تمارين 15/6، الدوري مثلا راجع 1/7، كل شيء موجود يعني، ممكن احنا مش عارفين الوضع ايه. انتوا جاهزين؟ جاهزين. حكامك جاهزين؟ جاهزين. جاهزين منين؟ جاهزين منين وانا كلجنه حكام بقول لكم دلوقتي انا ما عنديش شغل امشي، والبدري ياخد برضه رجالته ويتكل على الله. وشوقي غريب، لو انا موجود في الفتره دي هعمل ايه؟ اخلص يا كابتن بس اتفضل اخلص. وشوقي غريب يخلص برضه ياخد رجالته ويتكل على الله. مين هيتابع؟ يعني مين هيتابع منظومه الحكام؟ مين هيتابع الحكام تخن ولا لا؟ مين هيتابع الحكام بيعملوا تمارين ولا لا؟ طب ما كل انديه مصر بقى لها شهرين مفيش اجهزه فنيه، وكل مدير فني على السكايب وعلى زوم وعلى برامج بيتابع رجالته، بيتابع المنظومه عامله ازاي. انت حضرتك النهارده عايز ترجع التمرين او ترجع دوري وتجيب حد يبتدي يلم الحكام في 15 يوم ما يعرفش عنهم اي حاجه، ما اشتغلش معهم من قبل كده؟ مش طيب. مقنع يا كابتن. طيب هرد عليك. مش مقنع. بص يا سيف، انا لو موجود هعمل ايه؟ نمره واحد هعمل ايه؟ هتشتغل. ازاي؟ هتشتغل حضرتك، هتحط برامج نمره واحد للحكام، هتبتدي تعمل دورات على زوم للوائح الجديده للحكام. يعني كلها حاجات هتبتدي نظرية. تشتغل افندم لو عمليه. نظريه. لو عمليه. وحضرتك هتشتغل مع لا يا كابتن، ما هو النهارده انا هستلم كل حاجه متخنان 5 كيلو هينزل ملعب ازاي؟ وانا عارف ان دي المشكله الاساسيه عندي مع حكام المصريين، دي نمره واحد. كويس. حكام النهارده عشان اشغلهم تمرين عايزين متابعه، عشان اتابعهم كل اسبوع واحد النهارده بمقاييسه واشتغل ازاي وتمرينه زي اي لاعب في اي فريق بيحصل عليه متابعه. انت عندك فكره ان انه ممنوع اي تجمعات؟ انا ما بقولش عندك فكره مجموع اي نشاط هو في مجموع هو كل اي اجتماعات هو كل يا كابتن كابتن في دلوقتي حاجات جديده، في دلوقتي زوم وكله شغال سكايب. أيوة زوم وكله ده شغال. زوم ده عشان انا شغال زوم ده عشان اتواصل السيستم. عشان اتواصل يا كابتن، اتواصل ابعت له واعرف. هقول لك بس ابعت له حاله اعرف رايه فيها، اتعامل معاه ذهنيا، ذاكر القانون. طب انا كابتن انزل اتمرن، انزل اجري. انا هريحك، اتفضل. انا همشي معاك. جيت حضرتك دخلت قلت لهم احنا ما عندناش حاجه دلوقتي، سلام عليكم. انا ماشي معاك واحده واحده. جم قالوا لك يا كابتن جمال في اتجاه من الدوله لعوده الحياه، الدوري راجع 1/7، بنحلم مع بعض نتوقع يعني. تمام. تعال كابتن جمال من اول 1/6 كده لم الرجاله بقى وشوف الوضع ايه. ايه المشكله؟ زي حضرتك ما تكون شغال مع الناس ومحضر. ما هو انا مش هشتغل معاهم غير ذهنيا بس يا سيف. انا اللي عايز اوصله لك على فكره، الاتحاد الدولي لو بدنيا. طب اكمل بقى كلامي. اتفضل. الاتحاد الدولي، الاتحاد الافريقي، الاتحاد العربي. انا موجود في عضو لجنه حكام في الاتحاد العربي. صح. احنا بنعمل جروبات ومعموله جروبات. تمام. عصام فتاح عامل جروب عشان حكام الافارقه. المتابعه زي ما قلنا لحضرتك بالظبط كده. المتابعه بتتم عن طريق حالات، مناقشات، تعديلات، وبرامج بتنزل الحكام تتدرب عليها. يعني كل معنى كل ده يعني كل ده بيتعمل مع الحكام. معنى كلام حضرتك ان حضرتك مش دلوقتي مش لازم المسؤول اللي يعمله على فكره. حضرتك دلوقتي ما فيش شغل للجنه، نتكل على الله نمشي. لا مش كده.
امال ايه برضه ما تحددهاش في كده. فانا قلت أنا لك ايه بشتري منك والله. لا انا قلت لك ايه، قلت لك انت لما تيجي عليك وقت بتتعامل مع ناس بمنتهى الرقي، تعاملاتك كلها راقيه ما فيهاش مشاكل، كل الاحترام لحضرتك وللناس. طب انت ليه مش عايز تديني فرصه؟ لا دي واحده يا كابتن، طلعنا من حته الاساءه لحد لان دي مش سكتي. يعني ايه؟ يعني ما فيش حد يا كابتن ان انا اتكلم واختلف واقول وجهه نظر وده رايه وده رايه، دي مش اساءه، عشان احنا بس عندنا المنطق غلط. انا النهارده جيت مشيت عندي النهارده اختلاف، كل الاحترام لحضرتك، كل الاحترام لحضرتك وجهه نظر، وكلهم ناس محترمه، حضرتك واللجنه الخماسيه كلهم ناس افاضل. طيب ما سيب بس في النهايه ما انا قلت لك في لازم يكون هناك وجهات نظر. ما انا قلت لك في الاخر ايه؟ تقنع ناس. انا يا جماعه انا عشان اشيل الحرج عنكم نظرا للدوشه اللي بتحصل دي كلها، سواء انتم كنتوا طرف فيها او مش طرف فيها، فانا بقدم استقالتي، وخاصه ان احنا الوقت ده ما عندناش فيه نشاط وما عندناش فيه كوره وما عندناش فيه حاجه نعملها، واستقالتي بين ايديكم، والقرار اللي انتم عايزينه تاخدوه خدوه. اعتقد ده تعامل راقي، اعتقد التعامل ده ما يدنيش في حاجه. بس يعني حضرتك لو حضرتك رجعت ورجعت حصل بعد 3 شهور ظروف تاني، مثلا شهر ولا شهرين، حركه ثانيه تاني ترجع بعد شهرين تاني. الظروف اللي احنا فيها دي يا سيف مش ظروف ما حدش كان ممكن في يوم من الايام يتخيلها. طبعا انا بتكلم بصفه عامه، يعني الظروف اللي وقف شهرين حضرتك هتمشي ترجع بعد شهرين. الفتره اللي كان الدوري واقف فيها الايام اللي فاتت ديت، اللي كان فيها الدوري واقف وما كانش فيها نشاط، بس كان في ناس بتتمرن، كان في حكام بتتمرن، كان في امتحانات، كان في انشطه ثانيه بنقدر نعملها، كنا ممكن نجتمع، كان ممكن ان الملاعب موجوده، الانديه بتتمرن، الماتشات وديه موجوده، عملنا دورات، يعني كان في حياه، ما كانش في دوري رسمي، كان في حياه. انما دلوقتي الدنيا ما فيش حاجه خالص، ممنوع حتى انك انت تقعد مع 3 حكام في مكان واحد. طيب ماشي. يعني حضرتك اخر حاجه هنمشيها ايه؟ لا انا مش بمشيها، انا بقول لك الحقيقه، مش بمشي لك، انا بكلمك ما عشان كده انا يعني بقول لك حضرتك انا قلت لك في الاول ايه، احنا مش عايزين نستغرب ان يكون في التعامل بهذا الشكل. انت يا كابتن نفسك وحضرتك بتقول انت حضرتك مش مقتنع، حضرتك بتقول لا انا مقتنع جدا، انا مش عايزك تستغرب قبل ما انا ارد. ايوه ليه عارف ليه؟ عشان انت مش مقتنع يا كابتن. لا والله ابدا والله لا والله ليه عارف ليه؟ لان يعني انا قلت لك في الاول اساسيات. الاساسيات ايه؟ انت جالك هنا ضيوف، جالك استاذ عمرو الجناني قال ايه؟ قال لك ايه؟ انت قلت لي في حد طلع وقال تحليل ومش تحليل، اول مره اسمع دي. لا لا لان لا انا لا. ما كانش في اختلاف خالص نهائيا بيني وبينهم في موضوع التحليل نهائيا. وزي ما قلت لك، وده على فكره بالاوراق، يعني ده بالاوراق تثبت هذا الكلام. انا على فكره انا حطيت لحضرتك كل النقط، يعني انا مش استرس على فكره، انا والله ما يعنيني خالص، ودي طبيعتي يعني بفضل الله الحمد لله، ان حضرتك في اختلاف مع مين، في كل احترام لكل الناس، كلهم ناس افاضل، ومفيش حد ساند اللجنه الخماسيه قدي يعني بصفه عامه. ولكن في النهايه هناك دايما يعني اسباب مقنعه وهناك اسباب مش مقنعه. طيب انا اقدر اعتبر، بص يا سيف، انا اعتبر تحفظ حضرتك شيء يحترم. طيب طيب اعتبرني متحفظ بس تمام، واقول لك حاجات. شوف احنا مش ضيعنا، انا اسف كلمه ضيعنا، ده وقت رائع يعني. شوف احنا خدنا وقت قد ايه في الكلام عن ليه الاستقاله وليه مشيت وليه ما مشيتش، وما اتكلمناش مثلا ما سالتنيش قلت لي ايه، طب دي حاجه كويسه للحكام الصغار اللي لعبت دي، ما قلتليش مثلا ايه تجربه الفار دي انتوا عملتوها ازاي. طب ما تيجي نتكلم في الحاجات الحاجات اللي هي ايه الايجابيه. لا الحاجات لان حضرتك حضرتك في مهم وفي مهم. لا انا شايف ان اهم مهم. شايف ان اهم حاجه أنا هشرح بس. اهم حاجه النتائج اللي على ارض الواقع. دي واحده بس حضرتك، بغض النظر اللي عملها جمال الغندور او غيره او غيره او غيره. اتعودنا يا كابتن في الشغل بننقل من حاجه لحاجه بعد ما نقفلها، فاهم حضرتك قصدي؟ فانا ريحت حضرتك من شويه، بس حضرتك ما خدتش بالك، قلت حضرتك ايه اعديها عشان انت حبيبي ونروح للي بعده، فحضرتك ما اقتنعتش. لا مش مقتنع، يعني حضرتك لا عايزني اعديها عشان انت حبيبي ولا عايزني نقف. لا اصل كلمه، طب انت اختار سكه. سيف كلمه اعديها يعني انت مش مصدقني. لا مش مصدق حضرتك. لا يا كابتن، فهي كلمه نعديها احنا بنقولها كده، يعني انا مثلا ابني يقول لي كنت فين، يقول لي كنت مع اصحابي تحت، خلاص هعديها لك المره دي. مش مصدق حضرتك، حاشا لله. لا حاشا لله، بس مش مقتنع. تمام اكيد. شفت حضرتك الصراحه راح ازاي واحنا في شهر مفترج. يعني ان انا مش مصدق حضرتك. ما انا عايز اقول لك على حاجه. طيب ما احنا عندك الاطراف، مش انا طرف واللجنه الخماسيه طرف، صح؟ ما عندك الطرفين. هو في طرف ثالث؟ في طرف ثالث. ايوه مين؟ المشاهد. ايوه خلاص المشاهد يحكم، انا ما عملتش، انا ما بقولش حاجه تسيء لحد، بالعكس. يا كابتن حاشا، انت ليه يا كابتن رايح دايما في حته الاساءه؟ انت عمر حضرتك جيت احنا سنه البني ادم ولا قلنا ده فين مع ده؟ هقول لك حاجه، انت مش بيجي عليك وقت وانت شغال مثلا، شغال في قناه سين وعامل شغل كويس ومكسر الدنيا
وبيجي عليك وقت بيحصل بينك وبين حد حديث في حاجة معينة مش شرط يكون مختلف معاك فيها، لكن بتحس بوجهة النظر اتغيرت، بتحس انه مش مستريح الاهداف يعني. انت مش مستريح، مش بتيجي عليك وقت من الوقت بتمشي مش مستريح وتروح قناة ثانية يمكن اقل كمان مش يعني يعني خلينا لو مش مستريح خلينا حتى لو عدم راحتك دي حاجة تخص حاجة فيك انت والحاجة اللي فيك هقول لك والحاجة اللي فيك انت دي خاصة جدا. شفت انت قلت ايه؟ لو مش مستريح لكن اطلع للمشاهد اقول له انا كنت في قناه كذا ومستريح ومبسوط جدا فمشي. لا انا بقى المبدا اللي انا بدافع عنه معلش اسمح لي بس يا سيدي، المبدا اللي بدافع عنه انه حضرتك عايز خد بالك خليني اكمل كلامي للاخر. عايز تنتقد عايز تعبر عن وجهه نظرك، عايز تقول انك كنت مختلف، عايز تبقى في نقطه معينه مش عاجباك قولها وانت موجود، قولها وانت موجود. موجود ازاي يا كابتن ما انت مشي؟ ما انا هقول لك بس وقت ما تمشي من غير خناقات بطريقه محترمه كده لازم في الوقت ده تحافظ على الكيان اللي كنت موجود فيه بس ماشي.